نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير إن شاء الله. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وعن العالم أجمعين وحسن حالنا، اللهم آمين. بسم الله على بركة الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحلوة خفيفة وزوينة، اضطرت تقدم لعيد الميلاد، تحطيها في طبلة عيد الميلاد أو شرب الشاي أو ضيفان أو حاجة. بسم الله. في المقادير عندنا كاس تاع الزيت، وكاس تاع السكر، وكاس تاع بودرة اللوز مطحونة، وفاني، وخميرات الحلوى، ورشيشات الملح، وربعة الزبدة. الزبدة خاصها تكون على درجة الحرارة تاع المطبخ، تخرجيها شوية بكري على ما تذوب باش تخدمي بها. أولا كناخدو الزبدة كندعكوها مزيان، ندلكوها مزيان مع الكاس السكر تذوب الزبدة مزيان. نزيدو عليها جوج بيضات وكاس تاع الزيت، وكنخلطو هاد المقادير مزيان تولي كريمة. ومن بعد نزيدو الفارينة، الفارينة على حسب الخليط، الفورس أو الفارينة على حسب الخليط. كتبقاي تخلطي تتبقى العجينة رطبة. أنا تقريبا دات لي واحد 800 غرام ولا 700 غرام ديال الفارينة، حتى أنا تنخدم عيني ميزاني. مي غتخدمي وتخلطي تتبقى لك العجينة رطبة باش تجي تخدمي بها تحكمي فيها انتي كما بغيتي. وغنقدم لكم جوج شكيلات وانتوما لكم الاختيار. غادي ندير واحد على شكل رولي دونات، الوليدات كيبغوا لي دونات بزاف. فهاد الحلوة ممكن ديريها في طبلة عيد الميلاد تاع الوليدات أو تاع الكبار ولا. وغادي ندير وحدينات على شكل غريبة، أنا غادي ندفنهم في الشكلاط الأبيض والشكلاط الكحل، وحدين غادي نديرهم بالفيرميسال ديال الشوكولا الكولوراتي الملونين، وحدين غادي نديرهم غير ندردر عليهم الكوك ولا كاوكاو. وانتوما غادي تقضيو بداكشي اللي يحضر عندكم، اللي بغى اللوز مدهن ماشي يديرو، اللي بغى كاوكاو يديرو، اللي بغى الكوك يديرو. انا غادي نقضي غير بالشوكولاط عادي اللي عندي، يعني ما حضرش عندي الشوكولاط اللي خاص بالحلوى، لان انا ما حضرت صحي ما عنديش نطلع للمحلات كلشي ساد. قضيت غير بداكشي اللي حاضر عندي. وانتم تاخذوا احسن شوكولا اللي باش تجيكم مزيانه الحلوى، تبقى بريلانتي ومزيانه. هذا هو المهم. ونتمنى الله تعجبكم هذه الوصفه وتشاركوها مع وليداتكم. صحتكم وراحتكم، والسلام عليكم.
السلام عليكم.